للنادي الاهلي بعد فوزه بالبطوله العاشره امبارح. اول الف مبروك للنادي الاهلي، وانا بحب النادي الاهلي قوي وبعشق كل اللعيبه والله، وعالشرف النادي الاهلي ياخد كل البطولات تاني ان شاء الله. بقول له الف مبروك، الف 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 مبروك والجمهور الاهلي وشعب مصر كله. فريق عظيم، هو طبعا دي جديده، مش جديده على الاهلي، هو طول عمره كده متعود على البطولات وفريق كبير ويستحق يعني. طبعا مبروك لكل أهلاوية، وانتوا فخر لينا في كل مكان سواء جوه سواء بره، احنا عارفين ان احنا كسبانين والبطوله معانا من قبل ما تلعبوا اصلا الماتش، والف شكر على الاداء اللي انتوا عملتوه امبارح ده. الاجواء كانت عامله ازاي امبارح وانت بتتفرج؟ كان حواليك زملكاويه صح؟ طبعا، بس هم مش حوالينا يعني، هم يعني مش كله طبعا عايزنا نكسب وكده، بس احنا كاكا مش محتاجين حد، احنا جمهور الاهلي كفايه علينا يعني. هقول طبعا الف 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 مبروك للنادي الاهلي على البطوله العاشره، طبعا يستحقها. الفرقه كانت بتلعب بروح جامده قوي 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 قوي، الاهلي يستاهل بصراحه كل البطولات، فريق كبير طبعا ندي له روحنا كلنا، معاه دايما في الخساره وفي الفرح كله. النادي الاهلي نادي عظيم، نادي كبير، اعظم نادي في افريقيا بصراحة يعني. بتمنى واني بستنى اي يوم من الاهلي اللي هو الواحد يعني بيخرجه بيصير عن المود اللي هو فيه كله يعني حاجه، والاهلي ده حاجه تانية خالص، وخاصه العشرة بتاع امبارح يعني قفشه برده نفس الكلام، طعم حاجه تانية خالص. والحاجه الخطيب كابتن محمود الخطيب طبعا هو يعني سر في النجاح ده كله، وسط اللعيبه والروح بتاعته هي اللي موجوده يعني، اللي زرع في اللعيبه روح الاهلي ان هم بيلعبوا بروح، وحاجه جميله جدا يعني كابتن محمود الخطيب بصراحه. لا بصراحة الجو امبارح كان جميل جدا جدا، الناس كلها كانت فرحانة، في فرحة من القلب جامدة، البطولة العشرة ليها طعم تاني جميلة جدا بصراحة. الله أكبر يعني، مش هو في صعوبات ولا حاجة، بس الحمد لله طبعا كنا متوقعين قفشة وشريف، والحمد لله زي ما توقعنا الأهلي يعني فرحنا، وده الطبيعي بتاعه. الله يبارك له بصراحة ربنا يعني، أنا بحبه جدا جدا كابتن محمود الخطيب، طول ما هو ماسك النادي، النادي بصراحة طالع لفوق، ربنا يديله الصحة يا رب ويبارك له. بقول ربنا يشفيه ويشيل عنه يا رب، وربنا يكرمه ويقويه كده على اللي هو فيه يعني، لأن هو مسؤولية كبيرة إن الأهلي، معلش الأهلي مش نادي شوية، الأهلي نادي كبير، والأهلي هو الخطيب شايلها على كتافه من هو صغير، فجاب لنا كام بطولة، والأهلي مش الخطيب بس، الأهلي فرقة كاملة.